ترى أحبابي حرب الأفكار حرب شيطانية، والشيطان وضع لكل إنسان خطة خاصة به ليدخل معه مع الثقب الذي يؤثر في بعضنا النظر، بعضنا حب الدنيا، بعضنا حب النساء، بعضنا، ولذلك البعض منا اختطف من الشيطان، فيوجد لديه أمراض الشيطان زينها، ولذلك حرمته لذة القرآن ولذة الخلوة بالديان ولذة أن يتدبر القرآن، لكنه قد أقسم ألا يدخل النار وحده. واستعذ بالله من عدوك، لأنه سيقعد لك الصراط، يأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. أنت يا مستقيم، أنت الشيطان، أنت غصة في حلقه، ولذلك ستكون الخطط اللي يسمونها الاستراتيجيات البعيدة والقصيرة لك سيسلطها عليك. الجوال الذكي اللي فيه واي فاي مفتوح يحرم عليه، وفلان لا يحرم عليه، فلان زاد إيمانه بجواله واستطاع أن يصل الرحم وأن يرى الخير، والبعض منا لا، يدغدغه الشيطان ويراوده الشيطان، وكلما فتح تويتر قال الشيطان هيت لك، تجد الوحشة في صدره والضيق ظاهر. بعضنا يعرف من نفسه، من اللي يعرفك على الحقيقة ومن اللي يعرفني على حقيقتي من الخلق؟ أنا وأنت، كل واحد منا عارف النفس. الذنوب الخفية أيها الأحبة، إن إغلاق الأبواب واختفاء أحدنا حتى ولو كان من أهل القرآن، حتى لو كان من أهل الخير، حتى ولو كان منسوب للخير، ولو سماها الناس مطوع مستقيم صاحب الفضيلة المعلم الفلاني، إذا مدحوك إنما يمدحون ستر الله عليك، ولا والله ما يجلس أحد إلى أحد. فهذه الذنوب التي أنت تعرفها والمواقع الضعف التي عندك هي خطة الشيطان لإغوائك، ولذلك تستمع إلى إنسان كان في قمة الإيمان فإذا هو منتكس. ونحن في زمن الرحلات المغادرة عن الطاعة كثير، بسبب ماذا؟ أن الشيطان كيده عظيم. إذن يا أخي الحبيب، أنا سأعبده كما أمرني، فإذا وسوس الشيطان علي شيئا يريد أن يهز إيماني بربي فوضت أمري إليه. أصحابك الذين تسير معه أو اللي تصحبهم هم أيها الأحباب إما أن يرتقوا بك في عليين أو أنك تنزل في أسفل سافلين بسبب الرفقة الذين معك. اختر ذاك الذي هو أقوى منك وأعلم منك وأقرب إلى الله منك حتى يرتقي بك، واصبر نفسك مع الذين يدعون.